الدكتورة سميرة موسى عالمة مصرية اشتهرت في مجال علوم الذرة في العالم كله، وهي أول عالمة ذرة مصرية، وهي أول معيدة كمان في كلية العلوم بجامعة فؤاد الأول اللي هي جامعة القاهرة حاليا. اتولدت سميرة موسى في 3 مارس 1917 بمحافظة الغربية، ومن صغرها اتعرفت بنبوخها وذكائها، حفظت القرآن الكريم في سن مبكرة، وبعدين انتقلت مع والدها إلى القاهرة والتحقت بمدرسة ابتدائية وحصلت على المركز الأول. تخيلوا إن سميرة ألفت كتاب في تبسيط مادة الجبر لزميلاتها في الدراسة وهي في الصف الأول الثانوي، الكلام ده كان في سنة 1932، وحصلت على المركز الأول في شهادة البكالوريا. أما أنتم متخيلين إيه؟ التحقت بالجامعة وتخرجت في كلية العلوم سنة 39 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، ولكن إدارة الجامعة اعترضت على تعيينها معيدة. وقتها ما كانش لسه تقرر تعيين المرأة في هيئة التدريس بالجامعة. طبعا العالم المصري الشهير الجهبز دكتور مصطفى مشرفة أصر على تعيينها. اجتمع مجلس الوزراء وأصدر قرار بتعيينها في الجامعة. حصلت على شهادة الماجستير من القاهرة بامتياز في موضوع التواصل الحراري للغازات، وسافرت لإنجلترا واستطاعت أن تحصل هناك على الدكتوراه في أقل من عامين في موضوع الأشعة السينية وتأثيرها على المواد المختلفة. وبهنا كانت أول امرأة عربية تحصل على الدكتوراه، وأطلقوا عليها اسم ميس كوري المصرية. استغلت الفترة المتبقية من بعثتها في دراسة الذرة وإمكانية استخدامها في الأغراض السلمية والعلاج، كما كانت تأمل أن تسخر الذرة زي ما بتقول لنا المعلومات والمصدر بتاعنا هنا مكتبة الإسكندرية، أن تسخر الذرة لخير الإنسان وتقتحم مجال العلاج الطبي. وقالت في يوم من الأيام: أمنيتي أن يكون علاج السرطان بالذرة مثل الأسبرين. كانت أيضا عضوا في كثير من اللجان العلمية المتخصصة. حصلت على منحة دراسية لدراسة الذرة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 51 بجامعة كاليفورنيا، وطبعا برضو أظهرت نبوغا وذكاء منقطع النظير في أبحاثها العلمية، وسمح لها بزيارة معامل الذرة السرية في الولايات المتحدة. كان لسميرة موسى مشاركة في الشأن العام في مصر، شاركت في مظاهرات الطلبة عام 32، وساهمت في مشروع القرش لإقامة صناعات وطنية، وشاركت كمان في جمعية الطلبة للثقافة العامة اللي هدفت إلى محو الأمية في الريف، وكانت عضوة في جمعية النهضة الاجتماعية وجمعية إنقاذ الطفولة المشردة. اتأثرت الدكتورة سميرة موسى بسمات المسلمين الأوائل، كما تأثرت بأستاذها طبعا الدكتور الجهبز علي مشرفة. وكان لها مقالة عن الخوارزمي ودوره في إنشاء علوم الجبر، ولها عدة مقالات أخرى من بينها مقالة مبسطة عن الطاقة الذرية وأثرها وطرق الوقاية منها. شرحت فيها ماهية الذرة من حيث تاريخها وبنائها، وتحدثت عن الانشطار النووي وآثاره المدمرة وخواص الأشعة وتأثيرها البيولوجي. سميرة موسى توفيت في حادث سيارة غامض في الولايات المتحدة في 5 أغسطس سنة 52، وكان عمرها 35 سنة. هل اغتيلت هذه العالمة الفذة؟ رحمة الله على العالمة المصرية. أضف إلى معلوماتك بسام الشماع، المصدر مكتبة الإسكندرية.